الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح. اليوم حلقتنا مختلفة عجيبة، صح ولا لا؟ قولوا صباح الخير. 1 2 3 صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير بقوة. 1 2 3 صباح الخير. أيوة صباح الخير لكل مشاهدين اللي قاعد يتابعونا كذا بكل حيوية ونشاط. اليوم معنا ملك ومروة، إيش اسمك؟ أو حمد ومن؟ وحسين؟ سيف. زين، وعبد الله. عبد الله كان جاينا قبل سنتين، قدم تحية لأهله. وعالية وش اسمه؟ ومروة ومحمد. أنت مودة حبيبتي، مودة. اليوم منورين ما شاء الله تبارك الله، وملك بعد إيه. ومنورين اليوم في برنامجنا قهوة الصباح، بيقدمون لنا كذا مجموعة من الأشياء الحلوة. بالنسبة لسيف ومحمد بيقدمون لنا يولا حركات كاشخين اليوم، كل واحد وعصاته. يا ولد يا ولد يا ولد. اليوم عندنا إن شاء الله أيضا كذلك في برنامجنا قهوة الصباح أكثر من وقفة حوارية، بتكون عندنا الفقرة الخاصة مع ضيفنا العزيز الأستاذ صهيب بن ثاني الفرعي، وبنتكلم عن جانب بما يخص الأعشاب. في نفس الوقت بتكون عندنا الفقرة جلسة مع بسمة، أيضا بيكون معنا حديث كذا حول الفعاليات على مستوى السلطنة، وأيضا الربط المباشر من ولاية نزوة. ومعنا زميلنا محمد بن سعيد الذيب الهنائي، سعيد بن الذيب الهنائي. حياك الله يا سعيد وصباح الخير. صباح النور والسرور أخي عبد الله، تحية صباحية جميلة لكم ولمشاهدي برنامج قهوة الصباح. عطني بس فكرة عامة عن الجو الموجود عندك بالتحديد. نعم، نسعد بالتواصل من هنا من نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015. نحن حاليا بالضبط في كلية العلوم التطبيقية بولاية نزوة، نعم، حيث تبدأ فعاليات ملتقى كليات العلوم التطبيقية في نسخته 15. نعم. هذا العام حقيقة يحمل شعار الشباب والعمل. بعد قليل سيبدأ حفل افتتاح هذا الملتقى. نعم. نحن حاليا بالضبط في معرض الفنون التشكيلية هنا في الملتقى. سنوضح للمشاهد الكريم صورة أوسع وصورة أوضح عن هذا الملتقى وأبرز الفعاليات إن شاء الله من خلال تواصلنا عبر حلقة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر لك يا سعيد، يعطيك العافية. أيضا أحب أنوه بالنسبة للمشاهدين الكرام، اليوم في هذه اللحظة على عمان مباشر المؤتمر الصحفي بوزارة النفط والغاز. اللي يحب يتابع هذا التفاصيل وهذا المؤتمر الصحفي، هذا جانب من هذا الحدث وأيضا من الحضور الحاضرين لهذا المؤتمر الصحفي. الإنتاج وفي الأسفل ما حققناه من قيمة في معاييرنا ومرافقنا في أعلى مستوى دولي من الشركات الدولية والشركة الأخرى. تحدث عن الاستدامة، هذا المؤتمر تحدث عن الاستدامة ونركز على التوظيف والتطوير. إذا كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي. أنتم قاعد الحين جد ترى أنتم مو متخيلين مصدر البهجة والسعادة بالنسبة لي شخصيا. الله يحفظها للأطفال، الله يعطيهم العافية، وكل أبنائنا وبناتنا إن كان على مقاعد الدراسة أو اللي قاعد يتابعونا. بالفعل سبحان الله، بالفعل الأطفال رحمة من الله سبحانه وتعالى. الواجب النعم، يعني الشكر والفضل لله سبحانه وتعالى على هذه النعم. يعني ما تتخيلون شلون بهجة تقديم الحلقة، يعني مختلف. أنا من دخلت الاستوديو أنا مبتسم وأقول للأشاوس سيف حمد ومودة وملك وعبد الله وعالية ومروة ومحمد، يعطيكم العافية. زين قالوا لي أنتم حافظين نشيدة، صحيح؟ لا. شعر. النشيدة غير الشعر. النشيدة غير الشعر؟ لا، احنا وسيف حافظين. أنت وسيف حافظين؟ بس أنت وسيف حافظين؟ أيوه. احنا حافظين شعر. أنتوا بس حافظين شعر؟ أيوه. بالنسبة لليولا سيف ومحمد، صح؟ كاشخين ما شاء الله اليوم. أشوف الساعة، أشوف الساعة. يا الله يا الله يا الله. بعدين أبغى واحدة ساعة زي ما ساعتك. أنا عندي ساعة. أنت عندك ساعة شو؟ في البيت.
في البيت. انا ما عندي ساعه طالع. شوف انا عندي ساعه فيها ليت. انت ساعه فيها ليت؟ احد عنده ساعه فيها ليت؟ عبد الله عنده ساعه فيها ليت، انا ما عندي ساعه. حتى اخوي حتى اختي. والله كنا. اي انت ساعه انت؟ انا ما عندي ساعه يا جماعه. مليت وكل شيء. حتى الدخل ماي ما يخترب. ما تخترب. يا حتى انا ما تخترب لما تدخل في الماي. شفت شلون؟ الساعه اللي ضد الماي، انا ما عندي. شو طالع انا عندي ساعه بس ما فيها ارقام. وين ارقامها هذه؟ ما فيها. طالع بس طالع. مشكلة. ايوه كذا بس دعاية طلعت، بس هذه لا هذه ما تطلع خلاص. بشوف وديها عند المصلح انا، ايش رايكم؟ تتوقع تصلح هذه ضد الماي ولا مو ضد الماي؟ تقدر لكن بس يوم هم يصنعوها ما انها تصلح. هم لما يصنعونها صفقولها. ايوه يعني لما يصنعون الساعة اللي فيها يصير ها. يوم يصنعوا الساعات يحطوا فيها ماي. هاي يحطون فيها ماي. لا عبد الله ابداع، عبد الله ابداع. انت ارجوك سلم علي، سلم. انت مبدع صدقني، والله بتصير مبدع صدقني، عندك خيال واسع. عموما انا ابغى اسمع الشعر، مين اللي بيقول لنا الشعر؟ انا. اول مره خلاص مروه اول شيء، بعدين بنسمع، بعدين صفق لها زين. يلا انا اخر واحد. حاضر ان شاء الله طعم. يلا مروه. المجد فيك حضاره وامان، فلك التحية والسلام عمان. الله. من أقدم الأزمان أنت منارة ينهو لها البحار والربان. الله الله الله، نصفق لها. عاشت عاشت مروة. يلا عليا. فيك الجمال مناطر خلابة، البحر والأمواج والشطآن، وجبال عز رحبت بضيوفها، هي للإباء وأهله عنف وانو. صفق. يلا عبد الله. عند المحيط وقفت وقفة واثق من نفسه، فتفاخر العدوان، تاريخك الأمجاد حين قرأته زاد اليقين لدي والإيمان. الله 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 الله. أنا بعد بقول الشعر، وأنا أحبكم كثيرا. شبخت أمام الطامعين عزيزة، وجرت بواب رجولها الوجيار، وسهولك الخضراء أروى لوعة نطقت بسحر بيادها الألوان. الله 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 الله. صفق صفقوا، أنتوا ليش ما تصفقون؟ يلا تفضلي مروة. مودة نصفق حق مودة، تستاهل. يلا يا مودة. هي في فؤادي خفقة قدسية، وأمام عيني نبضة عمراني، اليوم أجر في عماك قصائدي وأقول عاش الشعب والسلطان. الله 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 الله. يلا باقي حمد. اللهم اشفي سلطاننا وقائدنا آمين. وحبيبنا آمين. وولي أمرنا آمين. اللهم اشفي شفاء تاما عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير، أحسنتوا بارك الله فيكم. إن شاء الله أحسنتوا أحسنتوا. لا لا، بالنسبة لسيف ومحمد هم اللي بيقدمون لنا فن اليولا صح؟ زين أنا بس قبل الحين بس بناخذ فاصل بعدين واصل، ابغاكم تقولون هالكلمه، نقول فاصل فاصل ونواصل ونواصل. مره ثانيه، واحد اثنين ثلاثه، فاصل ونواصل. روح.
ورجعنا لكم مرة ثانية ومشاهدينا الكرام بعد الفقرة الافتتاحية في برنامجنا قهوة الصباح مع أطفال رائعين وحبوبين ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم، من مدرسة المتحدة الخاصة فرع العذيبة. أنا أستأذن بضيفي، أنا أقدم لهم تحية، مروة بنت سيف المعولية وعبد الله بن حمد الجابري وعلياء بنت حمود المنجية وأيضا حمد بن جاسم آل محمد ومودة بنت أحمد الراشدية وملك بنت فهد نبهانية وأيضا محمد بن أحمد الحوسني وسيف بن قيس الحوسني، الله يعطيهم الصحة والعافية. طبعا تحت إشراف كل من الأساتذة خولة بنت خلفان المزروعية ورقية بنت حمود الحسنية، يعطيكم العافية وما قصرتوا. بتكون لهم فقرة ثانية إن شاء الله، وإن شاء الله الرب يحفظهم لأهلهم ويخليهم إن شاء الله دائما يكونوا ناجحين ومتميزين في حياتهم العلمية والعملية. اليوم في فقرتنا الأولى كالعادة كل يوم اثنين، لو أنه غاب علينا الأسبوع الماضي إن شاء الله الغياب خير وبركة ونقول عودا حميدا، ضيفنا الأستاذ صهيب بن ثاني الفرعي حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي، نقول لك صباح الخير وحياك الله. صباح النور السرور أخي عبد الله. واليوم نتكلم عن الأعشاب المساعدة والمفيدة في القضاء على رائحة الفم. في بعضهم يقول لك بعد وجبات معينة أعاني من رائحة مزعجة، وخاصة إذا كان فيها شيء من البصل أو الثوم أو الفجل، في بعضهم يستلذ يقول لك انا ما يعني مطيبات الطعام هذه، او في بعضهم سبب يقول لك انها ترجع الى الاسنان او ما شابه ذلك، او ابخره تظهر من المعده، فكلها هي عده حالات، ولكنها بنشوف المعطرات والمطيبات بالنسبه لرائحه الفم مع ضيفنا الاستاذ صهيب. حياك الله يا مرحبا. الله يخليك يا استاذ عبد الله، جزاك الله البركه، الله يبارك في حياتك. يا مرحبا. اليوم جايب لنا انت كذا ريحان، صح؟ ريحان، ممتاز. وهذا ولا يعني ما لا يعني ايش كثره موجود في يعني في اكثر من موقع نشوفه، بس خلينا نتكلم يعني انا قلت لك عده اشياء، في بعضها بعد وجبات معينه، في بعضها تكون ابخره من خلال المعده، تكون مثلا بعضها يكون من تسوس في الاسنان او الام في اللثه، ممكن تكون هي واحده من المسببات، او الزكام بعض المرات او ما شابه ذلك. صحيح، مثل ما تفضلت جزاك الله خير استاذ عبد الله، انت دائما مبدع ما شاء الله عليك. الله يخليك تسلم. اي نعم ما شاء الله، وانسان جزاك الله خير لك كل احترام. ف يعني طبعا هي مثلا رائحه الفم هي دائما تكون مثل ما تفضلت، هي تكون لسببين رئيسيين اكثر شيء، هي ممكن تكون من الاسنان وممكن تكون من المعده. نعم. والاكثر يكون من المعده، تقريبا 70% من مشاكل رائحه الفم الكريهه هي تكون من المعده. نعم. هي اكثر من مشكله الاسنان، لان موضوع الاسنان شخص بشكل دائما. نعم. تنظيف اسنانه، المسواك، الفرشاه، المعاقين، الاشياء الاخرى بشكل يومي طبعا هذه يستخدمها، لكن هي المشكلة الأكبر تكون من المعدة، وخاصة تكون مرات الأشخاص اللي يعانون مشاكل إمساك أو مثلا اضطرابات في الجهاز الهضمي. نعم. أو أنه يأكل فواكه بعد الأكل مباشرة. نعم. إنزين، أو أنه يشرب عصائر أثناء الأكل، هذا يصير عنده نوع من تخمر في المعدة أو تأكسد في المعدة. نعم. فيصير عنده تمدد فتحة مري المعدة بشكل خفيف، كثرة غازات في المعدة، فتخرج عن طريق حموضة أو تخرج عن طريق أبخرة. نعم. أو تخرج عن طريق روائح كريهة. نعم. تصدر عن طريق الفم. يعني زين، بالنسبة للريحان يعني هل هو يعتبر الأول؟ لأن في يقول لك البقدونس ممكن تستخدمه مثلا بعد، خاصة مثلا بعد الثوم والبصل وما شابه. نعم، البقدونس كذلك ممتاز، الكمون بعضهم يستخدم ممتاز، كذلك المرامية ممتازة. حتى في المطاعم الهندية وأنت طالع حاط لك طاسة كذا حاطين فيها فيها شمر. الشمر. نعم. نعم. هل هذا بالفعل مفيد؟ نعم، نفس الشيء، لأن ما شاء الله هم نسبة الأبهرة عندهم بهارات ومطيبات الطعام كثيرة. نعم. لكن مثل الكمون أو الشمر أو الأشياء هذه تحط في المطاعم، هذه تعتبر أشياء مؤقتة. لكن أشخاص كثير يقول والله أنا أقوم أول الصباح يعني بحد من بعد ما افرك اسناني وكذا احس برائحه الفم كثيره، او انه مثلا حتى بعد الاكل بساعه او ساعتين عندي رائحه فم كثيره يعني كريهه، مع اني ما اكلت بصل، ما اكلت مثلا يعني بهارات، ما اكلت مثلا بعض الاشياء، فهذا تكون عنده مشكله في المعده، تخمر في المعده. ممتاز. فالريحان من الاشياء الممتازه جدا يعني بالدرجه الاولى، بالدرجه الاولى تقريبا. نعم، دغله مع الماء ويشرب مثل الشاي لتنظيف المعده يعني تاكسد المعده وتخمر المعده والروائح اللي تصدر هذه عن طريق الفم. كم يوم تعرف كالعاده احنا سؤالنا المعتاد، هل عده ايام ولا بعد الوجبات او ما شابه ذلك؟ لا، هي حتى ما شرط تكون بعد الوجبات، هي تاخذ مثلا صباحا مساء او كل يوم مره واحده على حسب جدول الشخص، لكن الحكم الريحان من الاشياء الطبيعيه والاشياء المفيده فيحتاج لها مساله وقت طويله، هي اقل حاجه لمده شهر يمكن شهرين استخدمها عشان يقدر يحصل. اذا بعد الشهر هل بضطر اني استخدمهم مره ثانيه ولا بس هذاك الشهر بعدين خلاص؟ يفضل ان الشخص يستخدمها على طول. على طول يعني لو حتى في الاسبوع مره لمرتين يعني كذا، حتى يزرع ريحان
في البيت. نعم هو واجد تلقاه في متوفر. نعم يتوفر في كل مكان ويزرع في كل مكان. صح وسهل الزراعة بس حتى البذور مالته بس تنثرها على طول. نعم صحيح وسريع الإنبات. فياخذ الورق شيء بسيط يفوحه مع الماء وممكن بعدين حتى مع الشاي السليماني. نعم يحطه مع الشاي الأخضر. ممكن حتى مع السلطة. نعم ففي فوائد كثيرة كذلك. أنا تعرف مخرجنا قال لي ترى صهيب اليوم جايب لك ريحان. ريحان؟ أنا بداخلي قلت له يمكن هو قصده عشبة ثاني بس هو حسبها ريحان. بعدين أحييك أبو عبد الله شيء يعطيك العافية مخرجنا فخر الدين. في كثير من الناس لأنه يتعاملون معها عشبة تطلع في أي مكان ما يعطون هذه القيمة. صحيح. يقولك ممكن تكون معطرة للمكان. يعني أنا توقعت قلت بتقولي يمضغونها الناس بس ما تخيلت إنه ممكن يغلونها. عشان ممكن كانت تمضغ ممكن. يعني ليش أنا تعمدت جبت الريحان لأنها متوفرة في كل مكان. صحيح. ممكن الشخص يزرعها حتى في البيت. يعني بدأ يقولك والله كل يوم أصير أشتري عشبة من محل عطارة أو محل عطارة بعيد عني أو إني في منطقة ما عندي محل أعشاب أو كذا وأنا أعاني من المشكلة هذه باستمرار. يعني عملت لي كإحراق مثلاً أو حتى بعد توصل لمدرجة أنا عامل نفسي حتى الشخص تعمل له. يعني صحيح. فهذا يزرعها في البيت وبشكل يومي يأخذ منها. إنزين وين أفضل لو بنقيس من ناحية الأفضلية أني أغليها وأشربها أو أني أكلها كذا مثل الورق؟ الورق هي طبعا مثل يعني إذا بعد الأكل مباشرة مثل أكلت الحين فوق بيض الغداء بصل أو ثوم إنزين أو بعض البهارات فعملت لي هي رايحة مؤقتة فمدرسة المضغ تكون أفضل. ممتاز. إيه كذا. لكن إذا كان شخص أنا أعاني مشكلة مزمنة هي مشكلة رائحة الفم وهذه عندي مشكلة مزمنة من فترات طويلة هذه تعتبر مشكلة في المعدة تخمر في المعدة وتأكسد في المعدة فطبعا تغلى مع الماء وتشرب صباح المساء هذا أفضل. إذا الغليان للحالات المزمنة. المزمنة. والعلاج السريع هذاك ممكن تكون في حالة. نعم. قلت لي تنحط في السلطات إذا خلطتها مع الشاي الأخضر مثلا أو الشاي الأحمر مثلا. نعم. هل تعطيني نفس النتيجة تعطي ولا لازم تكون هي بس بالحالها؟ تعطي يعني هي عشان مسألة التغيير طبعا إذا بروحها تكون أفضل. أي نعم. أي لكن إذا حطيتها مع الشاي الأخضر بتكون لها أكثر من فائدة. أي مثلا فائدة للرائحة مع الشاي الأخضر. نعم. فائدة للقضاء على الدهون في المعدة. فائدة لطرد الغازات من المعدة. نعم. لتنشيط الدورة الدموية. ما شاء الله. هي ممكن لها هذا الدور. اي نعم كذا حطيتها مع الشاي الاخضر في فوائد اكثر من فائده. اي نعم. اي فمن الاشياء الممتازه. يعني في خلطها مع الشاي الاخضر تعطيك 3 ان 1 زي ما يقولون. صح. نعم. القضاء على الغازات، القضاء على الدهون، مساعده في القضاء على الغازات وكذلك الدهون وايش قلت لي بعد؟ تنشيط الدورة الدموية. تنشيط الدورة الدموية. في بعضهم يقول لك انا فترة الصيف يصير لي نسبة من الخمول. بعضهم يرجعونها الى التكييف لانه من حر برد. صحيح. حر برد. هذا ممكن تكون واحده من الوسائل للتشجيع ممكن. نعم انا اول بعد زين. هل لا تصنيل لان في ما شاء الله ريحان تحس الورق ماله كبير وفي بعضها صغير اللي ولا هو كله ريحان يعني في النهايه هو كله هو الريحان اللي دائما يزرع عندنا بشكل كثير وفي المنازل وفي الطرقات وفي الاماكن الجميله هي هذا هو النوع من الريحان. ممتاز. لكن في نوع ثاني ريحان يعني يسمى ريحان سوري هو هذا الاصل. اي هذا جاب بذوره من الخارج السرطان. في يجي ورقه كبير. اي نعم. لكن امراه هذاك مع درجات الحراره العاليه شويه في الخارج على الشمس ما يتحمل. اي نعم. اي فنفس لكن يعطي نفس الفائده ونفس المفعول. ممتاز. الريحان ترى على فكره في بعض الدول مجلس التعاون يسمونه المشموم. اتوقع جاي من رائحه الشم وكانوا يستخدمونه في المناسبات السعيده الاعراس. صحيح. كان يضع في شعر النساء يعطي كذا رائحه طيبه يعني. سبحان الله. اذا عشبه الريحان هذه العشبه يمكن نشوفها حتى في الاروقه ذات فائده كثير مفيده بالنسبه للقضاء. مساعده ولا تقضي؟ هي تقضي ومساعده. المساعد اول يعني زين. في عمليه التخلص من الرائحه الكريهه خاصه اذا ما تكون المسبب الرئيسي بالنسبه للفم تكون السبب الرئيسي هو بيت الداء المعده. الاخذ منها حفنه من الاوراق غليها. الغليان العالي ولا بس يكون غليان خفيف مجرد حراره بسيطه. اي نعم. ويشرب صبح ومساء ولمده يعني خلها شيء لازم مثل الشاي الاخضر مثل البابونج اللي قاعد تشربه. في نفس الوقت ممكن تنحط مع السلطات للقضاء على الروائح الكريهه مثل بعد الثوم البصل الفجل او كل ورقيات او الجرجير. بعض المرات انها ممكن يسبب بعض الروائح ممكن تاخذ بعد كذلك تمضغها ولكن هذا العلاج السريع يعني هذيك اللحظه.
بس مش العلاج الدائم. في جزئية ثانية تحب نقولها بعد؟ بس جزاك الله خير. هو طبعا موضوع كذلك البرنامج الغذائي كذلك مثل اشخاص يقول والله انا اعاني من مشكله رائحه الفم باستمرار. نعم. فحتى يراجع اقرب طريق الطبيب او انه يدخل في برنامج غذائي مثل ما تفضلت. موضوع اكل الفواكه بعد الوجبات الرئيسيه طبعا هي مسببات الغازات ومسببات اكسد المعده وتخمر المعده. شرب العصائر كذلك نفس الشيء بعد الاكل هي من المسببات كذلك نفس الشيء. بعض الاشخاص يعني يقول لك والله يعني بعض الاطباء ينصحوا يعني بعدم يعني ترك مسافه طويله فتره طويله بين الوجبه والوجبه. نعم. مثلا اذا يفطر الصباح الساعه 7 يقول لك انا اتغدى الساعه 3. نعم. ففتره طويله جدا فيقول لك لا بحد فاصل واحده اي كذا. فعشان ليش؟ لان الفتره الطويله هذه هي تعمل تاكسد وتعمل تخمر في المعده فتسبب الغازات فتخرج عن طريق طريق روائح. نعم. كريهة عن طريق الفم. فموضوع الأكل الغذاء قبل الدواء. إذا ترتيب النظام الغذائي. نعم. وإن شاء الله بعد هذا تكون عامل مساعد. كذا إن شاء الله. في أعشاب ثانية تعطي نفس الفائدة. المرامية. المرامية ممتاز. نعم. البقدونس كذلك نفس الشيء ممتاز. الزهر الخزام. ممتاز. وبعض الاشخاص يعني طبعا يعانوا من اضطرابات في المعده فهي تخرج عن طريق روائح باستمرار فياخذ الريحان ويخلطه مع القليل من الحلول من السلمكي. الاشخاص اللي يعانون من مشاكل الامساك فياخذ السلمكي مع الريحان او السلمكي مع البابونج او السلمكي مع مع المراميه مع الريحان طبعا. نعم. هذه بنسب متساويه وتغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي. نعم. لتنظيف المعده. ممتاز. فلما تتنظف المعده هذه مساله الروائح تاخذ تنتهي على طول يعني. نعم نعم. يعني تصفيه الجهاز العظمي. إذن في بعضه جاف تنصح فيه جاف ولا ممكن يكون طازج مثل كذا الورقه؟ هو اذا كل ما كانت العشبه طازجه تكون اكثر فائده وتكون اكثر حلاوه وتكون اكثر طعم خاصه الاشياء العطريه هذه. اي نعم. وخاصه انه هو موجود عندنا موجود في كل مكان. كل الشكر لك استاذ صهيب. الله يخليك. الله, الله يعطيك العافيه واشكر كثير على هذه المعلومات واتمنى الفائده بالنسبه للمشاهدين اللي قاعد يتابعونا. وزي ما قلنا ترى حتى ريحته طيبه يعني طيب المكان اللي هو موجود فيه فتحس بانتعاش سبحان الله. يعني ورقه خضراء ولكن رائحتها زكيه. كل الشكر لك استاذ صهيب نورتنا ما قصرت. الله يخليك. جزاك الله خير. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام من خلال فقرات برنامج قهوه الصباح بعد ما نشكر ضيفنا الاستاذ صهيب بن ثاني الفرعي حكيم اعشاب بمركز الدواء الشافي وكان حديثنا حول الأعشاب المفيدة والمساعدة في القضاء على رائحة الفم الكريهة إذا كان بالدرجة الأولى سببها الرئيسي هو المعدة. الريحان فاصل وراجعين. Thank you.
صباح الخير عليكم جميعا، صباح الأمل والسعادة. اليوم عنا دكتور جراح، لكن هذه ما القصة. القصة أنه هذا الدكتور تخيلوا بدأ الابتدائي، صف الابتدائي وعمره 4 سنوات، وخلص الثانوية وعمره 16 سنة. غير كذا بدأ التمثيل في 1980 وعمره 7 سنوات. ميكس غريب صح؟ دكتور تمثيل، اشياء كثيره يعني قصة تصير. غير كذا هو الاول على دفعته، وكرم من صاحب الجلاله في 1991 حصل على شهاده تفوق. غير كذا انه هو حصل على جائزتين لافضل مدرب لطلاب الجراحه في الطب. ما عارفين هذا الدكتور ولا لا؟ خلينا نشوف الضيف اليوم، الدكتور هاني القاضي، رئيس قسم الجراحة استشاري أول جراحة عامة وجراحة حوادث جامعة السلطان قابوس. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح كيف النور. حالك؟ شكرا جزيلا على المقدمة يعني. لا بصراحة أنا منبهرة. الله يسلمك. وأظني خبرتك حتى قبل ما نبدأ أنه ما شاء الله عليك، واليوم لازم نقرأ عليك معوذات كلها. الله يسلمك. الله يخليك. بس لما تسمع هذا الكلام، يعني لما أنا أقرأ لك مثلا الأشياء ما شاء الله، الإنجازات اللي عندك، كيف الإحساس اللي يجي لك؟
والله طبعا أول شيء أشكرك على هذه المقدمة الجميلة. طبعا أكيد كل إنسان في حياته شيء يفخر فيه، والإنسان كل ما آمن بقدراته وتوفرت له البيئة الصحيحة لأنه يقدم كل ما عنده، أكيد كل إنسان بيبدأ يعني. صحيح صحيح. وأنا تعاملت معك في الجامعة ما شاء الله، وشفت الطلاب عندك كيف دائما متحمسين مع الدكتور هاني. فشخصيتك جدا جميلة. تسلمي، شكرا. احنا لينا الشرف أنه أنت معنا اليوم. تسلمي، شكرا. طيب احنا اليوم عندنا هذه مثل هي كأنها لعبة يعني، بس شوية نعرف الجانب الآخر من الدكتور الممثل الإنسان الأب. هذه ست بطاقات. تمام. أنا حابة أنك تختار ثلاث بطاقات منهم. ثلاثة؟ أيوة. بس أول ابدأ بأول واحد. هذه أيوة. واحد. ولا تشوفها، أعطيني إياه. تفضل. أيوة. شوف. قلق. أنت اليوم جيت وأنت قلقان؟ لا ما في قلق. ما في قلق. إيش القلق؟ لا يخلو الموضوع من القلق يعني. يعني متى يصيبك قلق؟ طبعا هو طبعا القلق يجي لما تكوني دائما، لما الانسان يكون دائما خايف على انسان اخر. طبعا دائما بعد اي عمليه الانسان يسويها يكون في نسبه بسيطه من القلق، على حسب نوع العمليه اكيد، وعلى حسب خطوره العمليه. صحيح. طبعا تخصصي جراحه حوادث، فدائما يعني إذا أخذنا مريض للعملية تكون حالته غير مستقرة. أكيد، وأكيد أهله بعد يكونوا بالضبط قلقين عليه. بالضبط، فكل ما كانت حالة المريض حرجة كل ما زاد القلق أكيد يعني. إنزين، هل مرة صاب قلق شديد حتى أنك ما قدرت أنك مثلا تبدأ العملية وقلت لحد ثاني مثلا أنه يكمل عنك؟ لا، لأنه إحنا طبعا تدريب الجراحة وخصوصا جراحة الحوادث، وهذا اللي إحنا نركز عليه مع المتدربين معنا في البرنامج. البرنامج الجراحة أنه الإنسان ما يفكر كثير قبل ما يتخذ القرار في مسألة إنقاذ الحياة. طيب. ففي إنقاذ الحياة يجي يعني عفويا الموضوع يعني. الواحد إنسان ما يجلس يفكر كثير. أنا ما أقدر أتخيل حتى أني أكون في هذه الغرفة معكم. يعني ما شاء الله، أولا القلق أنه مثلا الأهالي، وأنه أنت إن شاء الله لازم تنقذ إنسان. صحيح. مرات يقول الدكتور خلاص يصير ما عنده قلب معين، بس عنده يمكن إصرار على أنه بالضبط يخلي هذا الإنسان يعيش. بالضبط. فهذا الفترة أو الدقائق القليلة أتوقع دهر يعني يمكن الواحد. بالضبط. هو طبعا الانسان ما يعني في هذا الوقت ما في وقت للعاطفه. ما في وقت للانسان يجلس يفكر بالعواطف والاحاسيس. دائما الانسان لازم يحكم عقله، لانه تحكيم عقلك هو اللي بيفرق ما بين الحياه والموت. صحيح. لهذا صحيح. الانسان صحيح. فبالتالي نغلب العقل على العاطفه. صحيح. والامور دائما ان شاء الله تكون طيب خير. ايش تسوي عشان تخفف القلق؟ يعني الدكتور هاني يعني مثلا عنده شغل كثير وضغط كثير، ايش يخليك يعني تخفف هذا القلق او الضغط؟ ايش الاشياء اللي تحب تسويها؟ طبعا في اشياء كثيره. اول شيء الانسان يلجا لمن يحب. على اساس مثل ما تقولي تكون هذا يسموه بالانجليزي كومفورت زون. ايوه ايوه. فطبعا لما تكلمي على مع انسان ترتاحي معه ويخفف عنك هم القلق. أيوة. طبعا الاولاد مثلا. الاولاد ما شاء الله. أيوة. عندك ما شاء الله ولد وبنت. صح. شيرين وهشام. الله يخليك. أيوة. أيوة. وسلام كبير للدكتوره ريم. الله يسلمك ان شاء الله. الله يخليك. فطبعا العائله ووالدتي طبعا. أيوة. دائما الجا اليها لما اكون في ازمه او في شيء. شغلهم ما ينتهي الامهات. ابدا ابدا. هذا ايوه. طيب نخليك تختار بطاقه ثانيه. تفضل. شوف ايش طلع لك. ايش تتوقع مثلا؟ رعب. رعب. ما حطينا رعب. احباط. متى حسيت باكثر وقت في حياتك انه كان فيه احباط؟ ما شاء الله عليك انت يعني من عمرك 4 سنوات وانت يعني بدات تدرس بعدين تمثيل، فاشياء كثيره صارت في حياتك. الاحباط طبعا الله لا يجيب احباط، لكن لما الانسان يبذل مجهود كبير في شيء ويضع عليه امال كثيره وما تصير، هذاك طبعا هو اكبر احباط. اكيد كل انسان تمر عليه فتره يعني يكون مر على ايوه على يعني نقاط احباط، لكن
هو مش الـ يعني المشكله ما هي الـ الفتره اللي يكون فيها في الاحباط، هو كيف يتغلب على هذه الاحباط. صحيح. طبعا كل ما انسان توفرت عنده عزيمه صحيح وامل والجو المحيط يساعده خليه يستمر اكيد بيتغلب على الاحباط. وقبل شوي تكلمنا واحنا جالسين عن انه في بعض الناس يجي لهم احباط ويبداوا ما يسووا الاشياء اللي حابين يسووا خوفا انه يصير لهم احباط مره ثانيه. بالضبط. بس في ناس مثلا امثالك يستمر ويكون عندهم العزيمه. لازم الانسان يستمر، لازم، لانه ما كل انسان بيبدا شيء بينجح فيه. صحيح. وهذا شيء طبيعي. صحيح. ومن الفشل يولد النجاح. صحيح. في الغالب. صحيح. يعني صحيح. فلازم الإنسان يمر بفترات منخفضة في حياته. أيوة. بس لازم هو كيف الإنسان يرفع نفسه من هذا الإحباط. هذا هو اللي يفرق ما بين الإنسان. صحيح. الناجح والإنسان. صحيح. غير الناجح. والناس يخافوا من الفشل أكيد، بس الفشل أكيد عامل جدا قوي إن الواحد ينجح. مرات يقولوا كيف يعني هاللخبطة، كيف يعني؟ قل بالعكس، هذا يخليكم أكثر يكون عندكم إصرار. نبقى. وإن شاء الله الله لا يجيب لك أي إحباط. إن شاء الله. إن شاء الله. آخر بطاقة. نريد شيء زين عاد. شيء زين. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ واحدة هذه. أوه شيء جدا زين. تحاول تشوفها من هناك؟ لا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس رحلة زينة، شوف، من القلق إلى الإحباط إلى النجاح. وهذا فعلا هي كذا العادة يعني. فالنجاح، النجاح في حياة الدكتور هاني القاضي ما هي؟ طبعا النجاح هو مش الـ 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 الإنجازات الشخصية، هو أكثر شيء الإنجازات اللي لما ترسمي نجاح شخص آخر هو هذا اللي يمثل بالنسبة لي النجاح. طبعا موقعي كمدرب في، أنا مدير تدريب البرنامج الجراحة العامة في عمان. ما شاء الله. ورئيس قسم الجراحة، بالتالي مسؤول عن يعني قطاع كبير من الأطباء اللي إن شاء الله لهم مستقبل بارع إن شاء الله. وبمساعدة زملائي في القسم وفي البرنامج التدريبي قمنا ب يعني عمل يعتبر ناجح ما شاء الله، يعني ناجح. أيوة. بس ما اريد امدح يعني. في توفير افضل اجواء التدريب للمتدربين العمانيين. أيوة. سواء في عمان او في كندا. أيوة. في الخارج يعني، او في فرنسا او في بريطانيا طبعا. فاعتقد هذا يعني من اكبر نجاحات اللي صارت لنا يعني. ما شاء الله. الشيء الثاني على المستوى الشخصي الاولاد يعني. أيوة. انا فخور بهم جدا. كيف تحس لما تشوفهم ما شاء الله ناجحين؟ وهل هذا سؤال جدا مهم اريد اساله. اولادك انا احس تحت ضغط صراحه. يعني الاب والام ما شاء الله دكاتره. أيوة. وناجحين. هل يعني انتم كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع من دراستهم لانجازاتهم اليوميه؟ وطبعا يعني في النهايه اللي هو نوعيه الوقت اللي تقضيه مع الطفل مش الكميه. يعني في ناس كثير قاعدين في البيت ومع اطفالهم لكن ما معاهم، لكن ايوه ما الكواليتي هو. صحيح. النوع وليس الكم. صحيح. فالحمد لله يعني اقدر اقول يعني انه بصفه عامه انا محظوظ يعني. إيه عندي هشام وشيرين ما شاء الله عليهم، يعني يعرفوا واجباتهم، يعرفوا هذا، ما يتعبون يعني. ما شاء الله. ما شاء الله. ايوه. فبالتالي طبعا ساهم في كذا، مش بس تربيتنا احنا طبعا. الاجداد من الصوبين. أيوة. يعني يساعدوا. ايوه كثير ساعدوا. ما شاء الله. كثير ساعدوا. ولولاهم طبعا ما كان تحقق هذا اللي هم فيه الحين. أيوة. الاطفال يعني. ما شاء الله. فتوفير البيئة المناسبة للأطفال مهم. صحيح. جدا. أيوة. مهم جدا، لأن أنا أؤمن أن كل إنسان يولد مبدع. صحيح. لكن تأتي عوامل خارجية يا إما تحبط هذا الإبداع أو صحيح أو تخلينه يستمر. أيوة. وأنت ما شاء الله يعني الجانبين من الدماغ يعني ما شاء الله، هنا عندنا التمثيل وهنا عندنا ما شاء الله الجانب العلمي. وأتوقع أخوك بعد ما شاء الله دكتور شريف. أيوة. نفس الشيء يعني جراحة مخ وأعصاب. فكل أشياء. أيوة. ثقيلة. ما شاء الله. لكن أبغى أسأل سؤال، إيش أكثر وقت في حياتك حسيت نفسك فرحان؟ هل يعني هذا الشيء صار خلاص ولا بعدك تنتظر؟ لا، وطبعا الفرحة يعني دائما الحمد لله كانت موجودة. أفرح لما يعني طبعا لما تنقذي حياة إنسان.
هذا اكثر شيء الانسان يعني يعطيني الدافع للاستماع أو الراحه النفسيه. صحيح. لما يكون انسان على شفا حفره من الموت. صح. صح. ويتدخل باذن الله سبحانه وتعالى طبعا. ايوه اكيد. نتدخل احنا جراحيا وننقذ حياه انسان، فهذا الشيء لا يعني لا لا يساوي اي شيء في العالم، لا اموال الدنيا كلها. اتذكر اهالي معينين بعد ما انقذت بعد اذن الله طبعا. أيوة. يعني اقبالهم لك، هل تتذكر قصه معينه مثلا او يعني اتذكر ايوه كان في كندا. أيوة. اثناء تدريبي، وكان يعني كان مريض جاي وكان مضروب برصاص. أيوة. يعني وكان على شفا حفرة من الموت مثل ما ذكرت، وكان خلاص يعني فأخذناه على وجه السرعة إلى العمليات، وفعلا تم إنقاذ حياته يعني. فالدموع اللي أشوفها في عين الأهل لما شافوه هو يطلع من المستشفى، مش بس بعد العملية وهو طالع من المستشفى، هذه تسوى الدنيا كلها. صحيح. صحيح. إنه الواحد يقدر يساعد أخوه أو أخته صراحة شيء جدا. بالضبط. ما شاء الله أنا كثير استأنست اليوم. الله يسلمك. يعني كفاية اللي أمس قريته واللي تكلمنا فيه، انبهرت وعرفت إنه الواحد إذا يبغى يبدع بيبدع. أكيد طبعا. يعني حتى لو في 100 حاجز بيبدا وانت اكبر دليل. الله يسلمك. واليوم ما شاء الله جلسنا مع الدكتور هاني القاضي، ونشكرك كثير. تسلمي. انا عارف انك جدا مشغول. شكرا انك جلست معنا على فقره جلسه مع بسمه. ابدعوا وثابروا، واذا تبغوا ان شاء الله يصير باذن الله تعالى، وصباحكم خير. سيعتمد نظام السير بالتناوب الاثنين في باريس بسبب تواصل تلوث العاصمة الفرنسية بالجزيئات، على ما أعلنت رئيسة البلدية آن إيدالغو على حسابها في خدمة تويتر. وستبقى وسائل النقل العام مجانية في منطقة باريس يومي الأحد والاثنين بعد اتخاذ هذه الخطوة السبت، وسيسمح للمركبات التي تحمل لوحات تسجيل مفردة لا غير بالسير على طرقات العاصمة الاثنين، فضلا عن تلك التي تتمتع بإجازة استثنائية مثل سيارات الأجرة والإسعاف. ولم يعتمد هذا التدبير سوى مرتين، الأولى في العام 1997 والثانية في 17 من آذار مارس من العام 2014 في ظل اشتداد التلوث بالجزيئات. وأتى هذا القرار في وقت تواجه فيه الحكومة الاشتراكية في فرنسا انتقادات من جميع الجهات السياسية على تأخرها في اعتماد هذا التدبير الذي كانت تطالب به رئيسة البلدية منذ الخميس. باسمك ولقياك، انت الوفا والكرم والعون.
كل الفخر باسمك ولقياك، كل الفخر باسمك ولقياك. أعود لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، بعد ما شفنا الأبطال الأشاوس اليوم قدمونا فن اليولا وما قصروا يعطيهم العافية. بصراحة اليوم عملونا بهجة وتوقيع مميز في برنامجنا قهوة الصباح، الله يحفظهم يا رب. الحين نرجع إلى زميلنا سعيد بن ذيب الهنائي ونتكلم معاه عن موقع كثير جميل، زي ما لاحظ كثير كذا من اللوحات وأيضا الأعمال الفنية. كل الشكر لك سعيد وأيضا الفريق العمل المتواجد معك، والكلمة لك تفضل. شكرا عبد الله، وهذه تحية فريق العمل أيضا من هذا النقل.
بالفعل نحن في معرض الفنون التشكيلية المصاحب لهذا المعرض هناك في قاعة نزوة. بدأ قبل قليل حفل افتتاح الملتقى الطلابي 15 لكليات العلوم التطبيقية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار الشباب والعمل التطوعي. سنستوضح أكثر ما هي برامج هذا الملتقى، ما دلالات هذا الشعار، بعض المشاركات الطلابية. أيضا سيكون معي ضيف وأيضا إحدى الطالبات المشاركات. نرحب بالأستاذ علي بن محمد الحجري رئيس لجنة المسابقات بالملتقى الطلابي 15 لكليات العلوم التطبيقية. أستاذ علي، خلنا نتكلم الآن عن دلالات شعار هذا العام الشباب والعمل التطوعي والذي تحتضنه كلية العلوم التطبيقية بنزوة. وطبعا نحن نعلم أن هذا العام نزوة هي عاصمة للثقافة الإسلامية. نعم، أولا نشكركم بالغ الشكر لإتاحة هذه الفرصة لأبنائكم طلبة كليات العلوم التطبيقية المجيدين والفائزين منها في شتى ألوان المسابقات والمشاركين في جميع الفعاليات نيابة عنهم ولجان العمل واللجنة الرئيسة لإتاحة هذه الفرصة للتعبير عما يقول حول كمقتطفات عن ملتقى الطلابي 15 والذي تحتضن فعالياته بالفعل هذا العام تطبيقية نزوة. دلالات شعار هذا العام؟ دلالات الشعار هذا العام أولا النهوض أكثر والاستعانة أكثر والاحتضان أكثر لمسألة القيمة، غرس قيمة العمل التطوعي في نفوس المستفيدين من هذا الملتقى كطلابنا طلاب وطالبات كليات العلوم التطبيقية، لأنهم هم الشريح الأهم في المجتمع الجامعي بالنسبة لكليات التعليم كليات العلوم التطبيقية بالتعليم العالي للحديث عن هذا الثيم أو هذه السمة بما يتجلى لهم في جميع مجالات المسابقة، منها مسابقات التصميم، مسابقة الفنون التشكيلية، مسابقة الإذاعة اللي هي الإذاعة الداخلية حول الملتقى، مسابقة أفضل شعار، والمسابقة الأفلام القصيرة التي تأتي في مقدمة هذه المسابقات. طيب أستاذ علي، هل ستحاولون توظيف مناسبة نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية من خلال برامج هذا الملتقى والذي يستمر لثلاثة أيام؟ نعم، هذا يأتي في مقدمة الأولويات تزامنا مع احتفالات السلطنة بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. ستكون هناك محاور حول أهمية العمل التطوعي وفلسفة هذا العمل وأثر ومردود هذا العمل التطوعي في المجتمع وأفراد المجتمع من خلال التنوع في الفعاليات والمسابقات. جميل، إلى أي مدى هناك تفاعل كبير من طلبة وطالبات الكليات من مختلف كليات العلوم التطبيقية في السلطنة ونحن اليوم في النسخة 15 لهذا الملتقى؟ التفاعل مذهل حقيقة من خلال مساندة الكليات حول الاهتمام بهذا الجانب أو بهذه القيمة كعمل تطوعي، ليس فقط من كليات العلوم التطبيقية بل أيضا من مؤسسات التعليم العالي وأيضا من المجتمع المحلي من خلال الطلبة المسند إليهم أوراق عمل في الحلقات النقاشية وأيضا من خلال استوديو العمل الذي يحتضن تجارب رائدة في مسألة الاهتمام والاحتضان الملتقى الطلابي الذي يعنى بهذه السمة اللي هو الشباب والعمل التطوعي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي. عبد الله، تسمح لي أيضا إحدى الأخوات أيضا المشاركات نتعرف على اسمك. غدير البحراني من تطبيقية عبري. غدير، خلنا نتكلم عن مشاركتك وعن أهمية هذا الملتقى بالنسبة لكم أنتم كطلبة وطالبات ونحن في النسخة 15. طبعا جميل إقامة مثل هذا الملتقى سنويا وهو يضم مجموعة من الطلاب، خاصة أن هذا الملتقى دائما ما يظهر إبداعات الطلاب من جميع كليات العلوم التطبيقية وفي مختلف المجالات مثل الصحافة والفنون وغيرها. طبعا مشاركتي في الملتقى كانت عبارة عن في المسابقة الإعلامية وحصلت على جائزة تشجيعية، صحيح أنها جائزة بسيطة لكن لها أثر في كل طالب. طيب كسؤال أيضا، من خلال جولتك في هذا المعرض ماذا يوحي لكم ما يقدم الطلبة اليوم من لوحات جميلة في معرض الفنون التشكيلية أنتم كطلاب مشاركون في الملتقى؟
طبعا نحن كطلاب من خلال رؤيتنا هذه اللوحات نرى أن أصلا الطلاب لديهم إبداعات يظهروها، فهذا الملتقى الحمد لله أن ظهر هذه الإبداعات من خلال المسابقة اللي تقام اللي هي مسابقة الفنون التشكيلية، وهذا أيضا حافز للطلاب الآخرين أنه يعني يشاركوا في هذه المسابقات وتكون بداية خير لهم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. إذن هكذا عبد الله، نحن في تواصل مستمر مع هذا الملتقى الذي يستمر حتى مساء الأربعاء. يوم الأربعاء سيقام هناك حفل ختام لهذا الملتقى، غدا ستتواصل فعاليات الملتقى من خلال حلقات العمل، من خلال المسابقات العلمية والثقافية، من خلال أيضا هذه المعارض المتنوعة، معرض فنون تشكيلية، هناك معرض آخر معرض علمي، مسابقات علمية يقدمها طلبة وطالبات كليات العلوم التطبيقية. هذا كل ما لدينا عن الملتقى الطلابي 15 لكليات العلوم التطبيقية الذي يأتي هذا العام تحت شعار الشباب والعمل التطوعي. كل الشكر لك يا سعيد، يعطيك العافية وما قصرت، وإن شاء الله دائما كذا بمزيد من التألق والنجاح. وإحنا بدورنا مشاهدينا الكرام نأخذ فاصل قصير، وبعد الفاصل راجعين لا تروحنا بعيد. الفراشات بألوانها الملفتة والرائعة التي تجذب الناظر إليها، لكن هل سمعت عن الفراشة ذات الأجنحة الزجاجية؟ لو أمعنت النظر لهذه الفراشة لوجدت بين عروق أجنحتها الزجاجية خطوط أجنحة سوداء وبرتقالية في بعض الأحيان. خلافاً، معظم أنواع الفراشات تستخدم ألوان أجنحتها في تخويف الأعداء، وجدت الفراشة الزجاجية طريقة جديدة تستعين بأجنحتها لإخفاء نفسها من الأعداء، ووجود هذه الخطوط أو الحدود السوداء والبرتقالية بين أجنحتها لتصبح غير مرئية للعين البشرية. والآن أترككم مع هذه المشاهد الرائعة، وطاب صباحكم بكل خير.
وارجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام والى فقرتنا المسك، يعني هي لمسك الختام في برنامجنا قهوه الصباح. ولكن اليوم قالوا لي بعد نفس الوقت يعني في شغله كثير حلوه من مدرسه المتحده الخاصه فرع العذيبه، بالتحديد من سيف بن قيس الحوسني. حياك الله يا سيف. اهلا اهلا. شكرا خشمك والله النعم. شكرا شكرا يا سيف، يعطيك العافيه. اعطني بوسه انا، خليني ابوسك. شكرا، يعطيك العافيه. تسلم تسلم سيف مهديني هذه سلامتك. هذا الكوب ابشري قابوس جاء موجود في هذه الجهه وايضا في الجهه الاخرى. مشكورين كثير على الهديه. شكرا يا سيف، مع السلامه. شكرا يا سيف، تسلم. احلى هديه، في احلى من كذا؟ الواحد يقوم الصبح يشوف اطفال يبتسم يبتهج ويحصل هديه بعد، ولا اروع. نرحب بضيفنا العزيز الغالي الاستاذ سعيد بن جمعه البوسعيدي، عضو مجلس اداره فرقه مسرح الدن ومقرر لجنه التحكيم بمهرجان الدن المسرحي. مهرجان الدن المسرحي ان شاء الله خلال الاسبوع القادم او اللي بعده تقريبا، صح؟ نهايه الاسبوع القادم. نهايه الاسبوع القادم ان شاء الله. بس كلمه حق في هذا الانسان، انسان نشط من عرفته ما شاء الله، كثير من الفعاليات والمشاركات، مجتهد في شاطر في السوشيال ميديا كذلك تبارك الله، عنده شبكه علاقات الله يعطيه العافيه. شهاده. موفق موفق. لا لا والله جد، وابتسامتك ما شاء الله مشرقه يا سيدي. بارك الله فيك سعدي، جزاك الله خير. خلينا نتكلم شوي عن المهرجان هذا. طبعا مهرجان الدن المسرحي هذه الدوره ان شاء الله تكون الدوره الاولى لمهرجان الدن المسرحي اللي راح تكون ان شاء الله بمسمى تمن بالمرحوم الشيخ خلفان البكري. نعم. بحكم دعمه المستمر والدائم الله يرحمه لفرقة الدن ولكل الشباب سابقا. ممتاز. طبعا مهرجان الدن المسرحي راح يكون الأسبوع المقبل من تاريخ 24 لتاريخ 28 بالكلية التقنية العليا. راح يضمن أو يتضمن مسابقتين. نعم. رئيسيتين اللي هي مسابقة رئيسية للخشبة المسرح كعروض مسرحية. نعم. شارك فيها تقريبا 6 عروض. وأيضا راح تكون في مسابقة أخرى اللي هي مسابقة الشارع. نعم. اللي راح تكون نوعا ما جديدة على مستوى السلطنة. حلو هذا المسابقة. أنه راح تكون مسابقة عروض، 5 عروض شاركت فيه 5 فرق مسرحية. نعم. راح يكون خارج أمام قاعة المسرح. يعني بالضبط كسر الروتين. يعني كسر الروتين، فراح يكون في ستيج صغير وتشوف مدى قابلية هذه الفرق لجذب الجمهور في الشارع نوعا ما لإعطاء رونق أجمل للفن. الله الله. للمسرح محتاجين هذا الشيء من زمان. بالضبط. أيوة. تغيير روتين. يعني شو احنا من درسنا مسرح وكنا نعرف ان خشبة المسرح هي الدرجة الأولى، ولكن بالضبط. لما تكسر الحاجز الرابع هذا وتعمل بالضبط. مسرح مفتوح هنا فيها تحدي، فيها ابداع. بالضبط. فيها قدره. تخرجنا صارت هذه بس فقط للمهرجانات. ما تكون جماهيريه. لا احنا خلينا هذه المره تكون جماهيريه. حلو. وايضا فيها راح يكون مسابقه. ممتاز. ممتاز. والمسابقه الرئيسيه اللي راح تكون على خشبه المسرح مثل ما سلفت فيها 5 عروض 6 عروض عذرا ولفرق مسرحيه مختلفه من السلطنه. نعم. نشكرهم جميعا على تواصلهم وتعاونهم معنا للمشاركه. طبعا المهرجان راح يكون ثري من حيث المضمون كماده معروضه. نعم. وايضا ثري من حيث الجوائز. حاولنا احنا نقدر المسرحيين فيه. فاعلنا الاسبوع الماضي في مؤتمرنا الصحفي عن 19 جائزه راح توزع للمشاركين. طبعا راح تختلف في التاليف، في الاخراج، في التمثيل، في العرض المتكامل. نعم. العرض المتكامل راح تكون جائزته طبعا سخية مبلغ 5000 ريال عماني لأفضل عرض متكامل، وهي طبعا هدية من الرئيسة الفخرية طبعا لابد من ذكرها وشكرها. نعم. على دعمها المتواصل الدائم صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد. الله يعطيها العافية. هي رئيسة الفخرية للفرقة وهي تبرعت مبلغ 5000 للعرض المتكامل. ممتاز. والجوائز الأخرى لا تقل أيضا راح تكون فيها مبالغ أخرى، والهدف طبعا من هذا هو تحفيز الشباب ودعمهم للاستمرار للعمل في المجال المسرحي. السؤال اللي يطرح نفسه وهو اللي قاعد يشغل ذهن الناس، المقر بيكون في كلية التقنية العليا إن شاء الله. حتى المسرح يعني بالضبط في القاعة في الخارج. مواعيد العروض بتكون ساعة بعد المغرب تقريبا الساعة 7 مساء. نعم. وراح تستمر من تاريخ 24 لتاريخ 28 في كل يوم عرض إن شاء الله. وبالنسبة للعرض الخارجي
بتكون فترة العصر قبل بالضبط يعني قبل العروض المسائية. ممتاز. يعني العروض الرئيسية بتكون على خشبة المسرح من بعد صلاة بعد المغرب. والعروض الخارجية بتكون في فترة العصر قبل المغرب. نحاول نحضر واحدة منهم إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد أنتم من خلال هذا المهرجان أيضا حابين تحركون المياه الراكدة. يعني أنتم ما شاء الله يعني مش هذا فيكم ولكن من الفرق النشيطة. أيضا في بعض الفرق ما شاء الله في عندهم نشاط وفعاليات وبعدين يصير في انخفاض. الاستمرارية هذا هو اللي يهمنا. إحنا كفرقة مسرح الدن دائما في كل اجتماعاتنا في مجلس الإدارة نحرص. يعني أنا الحين في فرقة الدن كم سنة في كل اجتماع كنا دائما نسأل هذا السؤال. نعم. كيف نضمن استمراريتنا لعام قادم؟ يعني أحد أهداف هذا المهرجان الاستمرارية. نعم. إحنا هذا المهرجان كنا نخطط له من فترة طويلة وكنا دائما نقرر ونرجع نقول لا ويش المهرجان اللي راح نقدمه يضمن لنا استمرارية. فوصلنا الحمد لله إلى هذا المهرجان مهرجان الدن المسرحي الأول. نعم. اللي من خلال نضمن استمرارية الكوادر الفنية في مجال المسرحي. وأيضا أنا لازم أتطرق إلى نقطة أنه إحنا من خلال هذا العرض لمسنا تعاون وحب المسرحيين بصفة عامة في عمان. يعني تعاون الناس اللي متواصلوا معنا في التحضير في التنظيم في المشاركة في نوعية الدعم. يعني تواصلوا معنا مسرحيين من مختلف محافظات السلطنة لدعم المهرجان هذا. فهذه فعلا إحنا رسالة نحمد الله عليها ونشكر كل المسرحيين بدون تحديد أسماء يعني لأنهم عدد كبير. فمن خلال هذه التعاون الحب الوئام بين المسرحيين وإيجاد كوادر قادمة أجيال قادمة أتوقع نضمن ممتاز استمرارية. عطيني الفرق المشاركة اللي معاكم. اللي أذكرها فرقة مزون المسرحية إن شاء الله، فرقة صلالة المسرحية. نعم. فرقة تواصل المسرحية. فرقة رابعة عذرا لا أذكرها. أزعلون عليك الحين. أيوة أخاف أسوي مشاكل. وعرضين من فرقة مسرح الدن. ممتاز. لجنة التحكيم من بتكون؟ لجنة التحكيم إن شاء الله راح يتم تأكيدها غدا بالضبط. بعض الأسماء اللي تم تأكيدها دبلوماسية حبيتها هذه الحركة. لا فعلا يقول لك لا احنا نتحفظ عشان لجنة التحكيم بس يقول لك بكرة بيتحدد. لا فعلا تعرف لأنه تقريبا هي لجنة تم تحديدها عشان تكون واضحين اللي هو أستاذ طالب محمد. نعم. الفنان طالب محمد أكيد ومعانا أستاذ الفنان أبو رحيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. زغالة يستاهل حبيب الشعب. وإن شاء الله أنا بكون كمقرر للجنة. ممتاز. وفقط قاسين ننتظر تأكيد كادر نسائي عماني إن شاء الله. إن شاء الله. كونها راح تكون عضوة لجنة التحكيم معانا. إن شاء الله. فبكرة إن شاء الله. على هامش بعد كل عرض في جلسة نقاشية بتصير. إن شاء الله في جلسة نقاشية ونوعا ما أيضا راح تكون مختلفة هذه المرة على مستوى السلطنة. إنه ما راح يكون في شخص للتعقيب. ما في تعقيب. راح يفتح مجال للجمهور. ممتاز. بحكم إنه كل الحضور فنانين مسرحيين. فراح تتاح الفرصة لكل من يرغب بالنقاش والتعقيب. بتكون مفتوحة إن شاء الله ما راح يكون في شخص مخصص للعرض. ممتاز. ممتاز. لأن العادة بعض المرات اللي جالس نوعا ما مولك بعض المرات يمل من يروح الوقت كله في التعقيب. مو كل الاحترام والتقدير بعض المرات تكون التعقيب كثير مهم ومفيد. بالضبط. يفتح لك آفاق جديدة أنت ما كنت منتبه لها ويخلق هذا الجدل بالنسبة. بالضبط. للحاضر. ولكن أتمنى اللي بيناقشون أو اللي بيطرحون الأسئلة أن يطرحون أسئلة مباشرة على القائم على العمل أو المؤلف أو المخرج أو كذلك الفنانين بدل ما يدخل إنه لأن بعضهم معليش المسرحيين مشكلتهم شوف ترى حبايبي وأحبكم وعزكم بس عندنا آفة التنظير لازم نقول البقين هذين مالت التنظير. ادخل في سؤالك إذا عندك وجهة نظر عجبك ما عجبك هذا شيء ثاني. هي الهدف أنا بس عذرا في الهدف في هذا الموضوع كان هذه النقطة أنه بدل لا نتيح فرصة فقط لشخص واحد. نعم. أنه يعطي أفكاره أغلب المسرحيين راح تتاح لهم فرصة كل من يرغب بالحديث. إنزين دائما في إشكالية سعيد يعاني منها كل الفرق أن الفترة الزمنية ما بين عرض والعرض الآخر عشان تجهيز إذا في ديكور في إكسسوارات بعدين يقول لك إني أنا ترى على فكرة أنت ما حطينا كل ديكورنا ما حطينا ما قدرنا نعمل الستاب الكامل إن كان للإضاءة والصوت وهذا شيء بعض المرات لأن تعرف يكون في ضغط يعني ما بين عرض وعرض. فعطيتهم إحنا خضينا هذا في الحسبان. وأيضا نشكر كلية التقنية العليا على تعاونهم أنهم عطونا المهرجان لهذه الفترة الطويلة. نعم. برغم انشغال الكلية
لطلابها وعروضها. وهم عندهم بعد عروض خلال بالضبط هذه الفترة. اي نعم. بس احنا كان احد اهم الاسباب حطينا لكل يوم عرض واحد فقط لحل هذه المشكلة. اي نعم. يعني تقريبا عندهم 24 ساعة من نهاية بالضبط العرض. يعني تبدا اقول من بعد المغرب قول الساعة 7 يخلص العرض كم مدة؟ يعني كحد اقصى ساعة. ساعة والساعة تعقيب ساعة يعني قول على الساعة 9 بعدين خلاص يستلم المسرح وبعدين بيقول له يلا روح خذ راحتك نام هناك يعني. الله يوفقكم ان شاء الله. من ناحيه التجهيزات الفنيه كيف بالنسبه للمكان؟ طبعا كل التجهيزات ان شاء الله جاهزه. نشكر ايضا الرعاة اللي دعمونا في رعايه من شركه الاخ سمير. سمير ما شاء الله سمير دائما متعاون ما شاء الله عليه. فهو راح يكون متواجد كتجهيزات فنيه التجهيزات الفنيه صوت واضاءه بالضبط صوت واضاءه ما شاء الله. هم ما شاء الله عندهم خبره ممتازه يعني بالضبط. وكون فريق عماني رائع جدا الله يوفقهم ويشاهد فيهم دائما. نعم. حتى التجهيزات التي تسبق ايضا نشكر شركه جالكسي قدموا لنا دعم فني كبير ممتاز. في اداره الحمله الترويجيه لهذا مين. المهرجان يعني في ضيوف شرف بيكون على المهرجان الى الان لم يتم تاكيد كاسماء محدده. نعم. قاسين نشتغل عليها ان شاء الله. حلو. في بعض الاسماء حصلنا موافقات مبدئية من قبلهم يعني. ممتاز. التذكير بس بالموعد والمكان والدعوة للجمهور إن شاء الله. هي طبعا دعوة عامة للجميع. نتمنى حضور الجميع إن شاء الله. نضمن لهم الاستمتاع بالعروض اللي راح تقدم من تاريخ 24 لتاريخ 28 أبريل. نعم. في الكلية التقنية العليا إن شاء الله. إذا حابين يعرف تفاصيل أكثر ممكن يتابعوا حسابات فرقة مسرح الدن في شبكات التواصل الاجتماعي وهي موجودة بكل التفاصيل الحمد لله. كل الشكر لأستاذ سعيد بن جمعة البوسعيدي عضو مجلس إدارة فرقة مسرح الدن ومقرر لجنة التحكيم بمهرجان الدن المسرحي. ونتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة وأيضا إن شاء الله الكل يطلع فايز. وأكثر ناس بيكون فايزين بمثل هذا العروض هو الجمهور لأنه بيستمتع بمجموعة كبيرة من الإبداعات إن كانت من ناحية الفكر وكذلك الإخراج الفني والأداء المسرحي. مشكور يا سيد. تسلم. شكرا لك. بارك الله. احنا خلصنا ولا عندنا تقرير؟ خلصنا احنا من خلال برنامجنا وكنا كذا حابين كذا نعطيكم جرعات مختلفه اليوم وكذا نرسم البهجه على محيى مشاهدينا كان من داخل وخارج السلطنه. اعيد واشكر مدرسه المتحده الخاصه فرع العذيبه ما قصروا اليوم نورونا. وشكر لكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم.